حاجه بغيت نقولها للاخوان، واحد جوج ميساجات. الميساج الاول للناس اللي متبعين اللي مازال كيقراو ومازال ما خداوش دي ديسيزيون في حياتهم في القرايه، باش نقول لكم بانه قرايه والديبلوم اهم من هادشي كامل اللي كتشوف. الحمد لله خديت الديبلوم ديالي ديال لو ان سي جي، ودابا ان شاء الله نبدا نقرا الماستر ديال ليتو تياترال. من موراها خديت الاجازه المهنيه ديال المسرح، وموراها كنفيزي ان شاء الله الدكتوره، حيت انا كونسيون انه في اي لحظه يقدر انترنت ما يبقاش، يقدر مثلا ما نكونش هضر لكم مخرجين باش نخدم الاعمال، ما غاديش نمشي ندمكي، ولكن غادي نكون ديك الساعه ضامن انه عندي دي ديبلوم في جنبي. هادشي علاش نقدر نمشي نخدم في اي بلاصه بالدبلومات ديالي. اهم حاجه هي القرايه، اهم حاجه هو الدبلوم، وبي باش كيكون راسك عالي قدام الناس، حيت بي باش غادي تخدم. الميساج الثاني اللي مهم جدا هو لي زانفلونسور، يعني اي كومبورتمون مثلا كيتبعونا بزاف ديال الدراري الصغار، كيديروا اي واحد فينا راه تقدر تاثر في الدري الصغير، حاول تانفلونسيهم بطريقه زوينه. راه مزيان ملي تقول هادشي ما تعرف تموتيفي شي واحد كان فريمون حاقد باغي يحبس القرايه، ما كتعرفش شنو كاين. يا ربي ما يضحكوش على السطريه اللي قبل، والله يسهل على الجميع، راه باش تعرفوا الاخوان راني سيريو. لعبنا الاخوان واحد المسابقه ثقافيه. اهلا. صافا كي دايره؟ كلشي مزيان. راه رمز الثقافه. غنشوفوا اليوم مزيان. يلاه تقبل شي واحد الماستر. ها هو. ما تدورش وجهك لهادشي. تعاملوا معاه. لينا النقلة تقسيم. أكثر حاجة كنت كنتسنى نجي هي لهاد البلاصة في تركيا، كتعجبني بزاف. ترى الوحدة دابت لينا الإخوان، ترى والله حتى الوحدة، قسما بالله حتى الوحدة. أحسن صباح النور في العالم من تركيا. سلام الإخوان، نمشيو لواحد البلاصة واعرة بزاف، بلاصة فيها الألعاب، في هذوك الألعاب اللي صعاب، هذوك اللي كتبقى الدور، حنا ما كنخافوش. شي واحد يبدا كيقول لي لا ما يخليوكش تركب، لا هما ما عارفينش الهروي مزيان، راه نشق بنادم لا ما خلاني. ذا بليس از دانجرس. يس. سوير ليتل بيت. اوه الاخوان شري تي شيرت حيت هذا كحل بزاف، الصهد الموت ديال الصهد، واش انا الغلظ والصهد والكحل. حنا ما كنخافوش. دابا هاد الاخوان تبقى طالعه حتى الفوق، اول لعيبه نديروها هي وتهبط بالجهد. اخوان قال لك امبوسيبل يطلع التليفون حيت يقدر يطيح، مسامحه كنبغيكم بزاف. اقسم بالله ما قادش نتمشى، ما يمكنش والله ما يمكن. حنا ما كنخافوش. هلاو سير، هاو ار يو؟ يو شول تو ان ذيس. عايز جمله مفيده. ولكن خاصك بزاف الوراقي. اش هذا؟ ويت يس كان اي سي ها ويلي اي ام نوت بيجر ذان. اخوانا ركبوا في بلان اخر، هذه كتمشي بالزربه وسط الماء وكترول وديس فيتاس. ها ياس راه حوايج اصاحبي عاوتاني تماكم اصاحبي ماك دابا شو اصاحبي شو حاجه اصاحبي شو حاجه. ليتس جو ليتس جو مان جو فين جو. انت شوف شوف شوف، اسمع الطاقه مزيان، اسمع اسمع. الله الله حنا ما كنخافوش. واش الهروين كيخافوا؟ اعطيني النكست، صافي مشات الكبده. But give me next، انا ما كنخاف. دخلت عليك بالضبط. شكون؟ لا العنق اللي مازال ما بانش. اخوان هذا البلان واعر، داونا لواحد البلاصه وكيبينوا لنا لي زيمار كيفاش قدروا يفتحوا اسطنبول. الحرب
البلايد على الاخوان اضربهم شي طريق ورا صاحبي حيتمشي علمنا صاحبي علمنا جا بغيتي تجيب لي فوجي سخفت بزاف يلاه بغيت ندير واحد الوحده صعيبه بزاف صرا قلبي بدا كيسكت والله شحال ديال انت تما ثانك يو فيري ماتش سير بصح دابا اخطر وحده هي هذه ما نقدرش نهز التليفون غير سمحوا لي الرد الى في العنق او وجود حمل او اجرائكم باي عدم استخدام عندي مشاكل في العنق الله يتواهر والله شعور لا يوصف ما يمكنش عشرة تون تخطاني سهلين واعرة بزاف تخطاني ديريكتور ديال هاد البلاصة كاملة هاد المجمع ولكن راه خاص شاف السطوريات وعجبو الحال بزاف وقال لهم والو نتلاقاهم خصني نبان مهيب زعما نتلاقاه نقول ليه Yes, enjoy sir. You are always will be welcome here. Thank you very much. Thank you. Oh, thank you. Very famous. And you are from? Morocco. Morocco. We are famous in Morocco. Please come and visit Istanbul Theme Park. Thank you very much. It was wonderful. Okay, the number one in Turkey. Yes, yes, yes. They yes. know. صعيب الشوارع في تركيا. اش كتصعبوني ساليت زعما اش كتصعبوني زعما ساليت الغول الغول الفيل جاي وي واحد الاخوان بغى يطبق عليا ما عرفنيش هذا هو المشكل تاع ويت اي ويل تاع اوكي واي خدمنيش الصح ما يخدمنيش الدراري فقت الاخوان تكيت واحد ساعه بحال هكاك خاصني الحوايج الاخوان دابا نمشيو نشريو شي حوايج من المول خاص تشوفوا اللوك شي حاجه اللي ما شايفينهاش والله يد ملي كيدخل شي بلاصه ما عارفينش هما شنو كيوقع نو اكس لارج تريبل نو تريبل نو في اي بلاد في العالم عندي هذا المشكل واش اوه هاد الزين خلعناه صاحبي انت ما كتعلمنا صاحبي اش هاد الزين كامل هذا صاحبي اليوم هذا النهار متعب جدا تصبحوا على خير كنبغيكم بزاف قبله